إن الذي يحدث الآن في ليبيا هو انصياع السراج التام لأردوغان وللأتراك، وهو يريد أن يجلب 32 ألف موجودين في أدلب من المرتزقة إلى ليبيا وتحويلها إلى بؤرة للدواعش وللإرهابيين للسيطرة على شمال أفريقيا ولقلقلة أمن البلدان المحيطة بالبحر المتوسط. ويبدو أن السيد أردوغان يملك فرمانا من دولة كبرى لأن يذهب في هذا الموضوع، وإلا كيف نفسر سكوت الأوروبيين عنه وهم يعلمون أنه على بعد مرمى حجرين من عقر دارهم؟ إذن الآن السراج وإردوغان يجتمعان لتمكينه من نفط ليبيا وغازها، وتمكينه من مقدراتها، وتمكينه من جيشها أصلا. فهو الآن فأردوغان الآن يكون جيشا سيسميه لواء التركمان، سوف تكون امرته اردوغان نفسه، وهو الذي يعطيه الاوامر. وانما السراج لا يمثل شيئا بل شخصا يعتبر دميه ولا يستطيع ان يحرك شيء ويعتمر باوامر اردوغان، وسوف يدفع كل شيء ويعطي كل شيء كي يبقى في الحكم، حتى لو بقي في الحكم مجرد كرسي لا يراه احد. فاذا المشكله كبيره، وعلى العالم العربي أن يتحرك، لأن من يظن أن ليبيا هي المستهدفة فقط فهو يحلم، لأن المستهدف أولا هو شمال أفريقيا ثم الأمن العربي كله. فلو نعم قام هؤلاء في هذه النقطة تحديدا، يعني محاولات أردوغان سرقة مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط من خلال شراكات طبعا غير معلن تفاصيلها مع ليبيا، مع السراج، يعني في وقت تحتاج فيها الدول الواقعة على ساحل شمال أفريقيا إلى استغلال ثرواتها لإعادة بناء اقتصاداتها، يعني كيف يمكن مجابهته؟ هل بات يحتمل هذا الوضع أي تروي أو تمهل من هذه الدول؟ إن هذا التباطؤ هو الذي شجع أردوغان على المضي قدما في هذا الأمر. أنا قلت لو اجتمعت الدول العربية مثلا وهددت أردوغان بمقاطعاته اقتصاديا فقط، فهو يعتمد في اقتصاده على تصدير البضائع ذات الدرجة الثالثة للبلدان العربية، ولا زالوا حتى اليوم لم يحسوا بالخطر، وكأن فلسطين لم تضع بهذه الطريقة. ولما ضاعت فلسطين على الأقل كانت البلدان العربية متأخرة ومتشرغمة. الآن البلدان العربية باقتصاداتها وبترولها ومالها وكل شيء آخر لا تستطيع أن تقدم شيء لدولة عربية تسقط أمامهم وتتفتت، ثم سوف يأتيهم الدور. لا أعرف ماذا أقول في هذا الأمر، ولكن هذا الذي يحدث. إذا أردوغان ما يريده، يريد أن يثبت أنه موجود في البحر المتوسط، وأن الدولة التركية تعود من جديد، وأنه سوف يسيطر على جميع الشمال الأفريقي. لولا مصر التي وقفت له فإنه كان قد أعلن، فربما كان قد أعلن سيطرته على الشمال الأفريقي. نعم، إذن المشكلة أيوة. نعم أستاذ علي، يعني أنت أكدت على الدور العربي في مواجهة هذه التحديات أو الانتهاكات التركية. التعديات التركية على حقول الطاقة بالمتوسط وعدم احترامها لسيادة دول المنطقة دائما قادت أوروبا يردون عليها باجتماعاتهم بجملة صبرنا كثيرا، يعني في إشارة إلى كل ما يقوم به أردوغان من انتهاكات. إذن ماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا بعد الصبر أوروبا؟ أنا يا سيدتي تكلمت وأعول على العالم العربي، فأوروبا لو استطاعت أن تفعل شيئا وتريد أن تفعل شيئا لفعلته. دعني أعطيك مثلا، في سبتة ومليلة حينما المغرب قال هذه الجزر تتبعني قامت القيامة في العالم الأوروبي، وحينما كانت مشكلة يوغوسلافيا قامت القيامة في العالم الأوروبي. الآن أمامهم ماذا يحدث وهم لا يتحركون؟ إذن هناك شيء ما لا نفهمه نحن، وربما يكون هناك اتفاق بين هذه الدول كلها لتفكيك العالم العربي وتصدير الفوضى الخلاقة للجميع. هذا ما أريد أن أقوله. نحن لا نعول على هؤلاء، فهم أمامهم يستطيعون الدفاع عن نفسهم وهم من أقوى الدول في العالم. نعم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي الدكتور علي عمر التكبالي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.